السلام عليكم طلاب الصف السادس الأدبي. الدرس الأول لهذا اليوم هو الفصل الأول طرائق العد. من المعلوم أن الأهداف الرئيسية للرياضيات هي أن يتعلم الطالب مهارات فائقة ودقة عالية في إيجاد النتائج الرياضية لتقليل الجهد واختصار في الوقت. من هذه الطرق اللي راح نستخدمها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو مبدأ العد الأساسي. أولاً مبدأ العد الأساسي. اثنين التباديل. ثلاثة التوافيق. وكل منها يوجد له رمز باللغة الإنجليزية بالنسبة للتباديل والتوافيق ما عدا مبدأ العد الأساسي. نحتاج هنا أن نعرف أن هذا الموضوع من قوسين اللي هو مبدأ العد يتكون من عدة أجزاء. هذه الأجزاء هي العناصر، الصفات، الشروط، ملاحظة، نبدأ من الشروط إن وجدت، أو من الصفات أولاً ثم ننتقل إلى العناصر. العملية يعني بها عملية ترتيب عناصر، صفات، شروط. فإذا وضعت شروط في السؤال نبدأ من الشروط ونبدأ بالعملية العكسية. عندنا هنا عبارة أولية في هذا الموضوع. عبارة أولية، كل التفاصيل اللي موجودة في الكتاب يجب على الطالب أن يفهمها بالشكل الصحيح. إذا فرضنا أنه يوجد لدينا عدد من العمليات، عدد من الاختبارات ومقداره كي وتمكننا من إيجاد الناتج بعملية N1 العملية الأولى، والعملية الثانية N2، والعملية الثالثة N3 إلى كي من العمليات، ان كي من العمليات، ان كي من العمليات. فما عدد الطرق التي يمكن الحل بها؟ عدد الطرق راح يساوي لنا N1 مضروبة في N2 في NK. إشارة بسيطة، هنا عندنا فقط عناصر، أي تضرب العناصر في بعضها أو العمليات في بعضها. تضرب العناصر في بعضها. إذن الجزء الأول هذا الموضوع اللي هو مبدأ العد الأساسي. عندنا تركز الموضوع على عناصر وصفات وشروط. إن وجدت الشروط نبدأ من الشروط ونعكس عملية الترتيب. فالعبارة الأولية في هذا الموضوع تتحدث عن عناصر فقط، وجود عدد من العمليات والاختبارات مقداره كي، عدد غير معرف،
وتمكنا من إيجاد العملية الأولى والعملية الثانية والعملية الثالثة إلى أن من العمليات أن كي من العمليات، فالعملية تعتبر عملية ضرب لأجزاء عناصر هذا الموضوع. هذه فكرة الدرس الأساسية في هذا الترتيب. نبدأ بالأمثلة، والأمثلة الوزارية أيضا نشير إليها في هذا المجال. الأمثلة والملاحظات، الأمثلة والملاحظات. رقم واحد، أعلن أحد بائعي الدراجات الهوائية أنه يوجد في محله خمسة موديلات، ومن كل موديل توجد خمسة أحجام، ومن كل حجم توجد سبعة أنواع، سبعة دراجات. فما عدد الدراجات في المحل؟ عملية حسابية لهذا الموضوع. عدد الطرق اللي راح نحسب بيها عدد الدراجات راح يكون بالشكل التالي. نبدأ البداية، موديل مضروبة في حجم مضروبة في عدد، ثم نوضح العناصر. خمسة موديلات، خمسة أحجام، ومن كل حجم سبعة. الناتج عملية ضرب تبسيط، صار خمسة في خمسة 25 في هذا الناتج. 25 مضروبة في 7، 7 في 5 35، 7 في 2 14 175. بهذا الشكل. إذن تفاصيل الموضوع هي عبارة عن عناصر فقط. أعلن أحد بائعي الدراجات الهوائية أن يوجد في محله خمسة موديلات، خمسة أحجام، ومن كل حجم يوجد سبعة من نوع واحد بهذا الترتيب. العملية ضرب بين العناصر N1 N2 N3، عملية ضرب بهذا الشكل. مثال اثنين، أعلن علي أنه يوجد في محله أكبر تشكيلة من الملابس. الإرجالية حيث يوجد في محله ستة موديلات
كتابة بعدين حول الأرقام 6 موديلات، ومن كل موديل يوجد 6 أحجام، 5 أحجام، ومن كل حجم يوجد 8 أعداد، فما عدد هذه التشكيلات؟ عدد الطرق اللي راح نحسب بها الحل SOL عدد الطرق. تفاصيل الموضوع هو موديل حجم نوع أو عدد، يمكن تسمى كلمة 8 أنواع نوع حجم في نوع بهذا الترتيب. نعوض عنهن الموديلات اللي موجودة عنده 6، الحجوم اللي موجودة عنده 5 حجوم، والأنواع اللي موجودة 8 أنواع بهذا الترتيب. إذن تفاصيل العناصر تكتب بالأعلى حتى نشرها في فيديوهات لاحقة، ثم نرتب الموضوع عملية تعويض الخطوات الأولى في هذا الموضوع، ثم الناتج النهائي عمليات الضرب. راح استعرضن هنا 6 × 5 = 30، 8 × 3 = 24، عندنا 240 قطعة من الملابس بهذا الترتيب. مثال آخر، لدى أحمد 6 سترات مختلفة خمسة بنطلونات مختلفة وثمانية قمصان مختلفة بكم زي مختلف يظهر به أحمد مكون من 6 قميص بنطلون؟ هاي التفاصيل أشار إلها السؤال نفسه هسه في هذا المثال. الحل SOL أرجع العناصر من عدد الطرق اللي راح أسرع بها عملية الحساب تساوي لنا 6 × قميص × بنطلون. سترات 6، عدد القمصان اللي موجودة هنا 8، عدد البنطلونات 5 بهذا الترتيب. إذن هناك إشارة لعناصر هذا الموضوع في هذا الترتيب 240، أي أن هذه الملابس تكفي 240 يوم بالسنة، في كل يوم يظهر بزي مختلف، مو مثل الملابس الموجودة في العراق واحد لازم يلبس سيت كامل. لا، هناك الفكرة من هذا الموضوع عملية التنويع، أن يأخذ سترة من النوع الأول وبنطلون وقميص، هذا الجزء الأول، ثم يبقى نفس السترة ويغير هنا القميص ويغير البنطلون في مكان ثاني وهكذا. إذن العملية تحتاج إلى 240 عملية تغيير. هالشكل الطالب يخلي يصور فكرة هذا الموضوع،
مو العملية الحسابية للغاية من عندنا نطلع نتائج فقط. نرجع لفكرة هذا الموضوع اللي هو مبدأ العد الأساسي. يتركز هذا الموضوع على أجزاء منها: العناصر، الصفات، الشروط. في هذه الأمثلة كلها ما ركزت على النوع الثاني والثالث، فقط على العناصر. إذا وجدت شروط نبدأ من الشروط ثم العملية العكسية. العبارة الأولية في هذا الموضوع اللي هو مبدأ العد الأساسي بالشكل التالي: إذا فرضنا أن يوجد عندنا عدد من العمليات أو الاختبارات وأردنا إنجاز عملية معينة، العملية الأولى استخدمنا بها N1، العملية الثانية N2، العملية الثالثة إلى NK من العمليات، فما عدد الطرق اللي يمكن أن نستخدمها لفكرة الحساب؟ العملية أن تضرب العناصر في بعضها. العملية أن نضرب العناصر في بعضها. المثال الأول: أمثلة الكتاب نفسها ما عدا تغييرات بسيطة في الوزاري. ما تتعدى هذه الأمور البسيطة، الطالب إذا فهمها يقدر يجاوب على أي سؤال. الفكرة الأولى: أعلن أحد بائعي الدراجات الهوائية أنه يوجد في محله 5 موديلات، من كل موديل 5 أحجام، من كل حجم يوجد 7، فما عدد الدراجات في المحل؟ عملية الحساب شلون تكون تتم؟ أولا الموديل، الحجم في العدد، 5 × 5 × 7، ضربنا الناتج 7 × 25 حصلنا 175 بهذا الجزء الأول. إذا عناصر الموضوع تكتب ثم تعطى التفاصيل. في مثال ثاني: أعلن صاحب محل اسمه علي أنه يوجد في محله أكبر تشكيلة من الملابس الرجالية، 6 موديلات، أيضا 5 حجوم و8 أعداد أو 8 أنواع، فما عدد هذه التشكيلات الموجودة في المحل؟ راح يصير عندنا موديل في حجم في نوع، صار عندنا 6 × 5 × 8، ثم طلعنا الناتج النهائي. حتى نركز على فكرة العناصر، في المثال الثالث مثال الكتاب، هذا المثال بالوزارة نصا: لدى أحمد 6 سترات مختلفة، ركز على كلمة فكرة المختلفة هنا، و5 بنطلونات مختلفة و8 قمصات مختلفة، بكم زي مختلف يظهر به أحمد مكون من سترة وقميص وبنطلون؟ عدد العناصر: سترة، قميص، بنطلون، ركزهن، ثم نعوض عملية التعويض الرقمية هنا، ثم نطبق العملية الرياضية لإيجاد الناتج. فكرة الموضوع هنا تتلخص بضبط العناصر أولا، 2 عمليات التعويض. إذن العملية الرياضية الأولى اللي حصل فيها الموضوع هي عملية التعويض. ملاحظة رقم 1، ملاحظة العملية الرياضية الأولى، العملية الرياضية الأولى في هذا الموضوع هي عملية التعويض. راح نشير في الإشارات بسيطة، هذه المقدمة اللي موجودة في هذا الفصل ما فائدتها في المواضيع اللاحقة. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.